قدامي. ادخل الأرض. تعرف يا عادل أكتر درس كنت بحبه في حصة التاريخ إيه؟ مذبحة الجلعة. لا برافو برافو حسن، بتتعلم بسرعة. بجد مبسوط منك. طول عمري بسأل نفسي يا ترى أنا بعرف أختار رجالتي صح ولا بختارهم غلط؟ بس للأسف طلعت بلح. تعالى حسن ناكل لقمة مع بعض جوه. أنا بره. تعالى حسن اقعد كل اقعد يا حسن. انا كنت مستنيك عشان ناكلوا سوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل يا حسن. عامل ايه يا عادل باشا؟ وحشتنا يا حسن. والله كنت لسه في سيرتك قبل ما تدخل بدقيقه مع مروان. كنت بقول له ان انا عايز اقعد اتكلم معاك على انفراد، واللي حصل ده مجرد استضافه مش اكتر. والله الحكايه دي بينكم انتوا اتنين، انا ماليش طالع بيها. انا جاي هنا عشان اسمع ريم هاجم. اظن كده كفايه. كفايه ايه؟ بطلك؟ لا طبعا اتفضل. بس احنا غلطنا وانتوا كمان غلطتوا، يعني كده خلصانه. لا غلط عن غلط يفرق. ولا يا والد مهدي؟ وبعدين ايه خالصين جاي؟ اسمع يا ست ريم، أنا ما بحبش حد يدوس لي على طرف، وفي جين قديم لسه ما تصدقش شيء، والمثل بيقول إيه؟ ما يدعش حد وراه إيه؟ مطالب. أيوه ده وحق محرم. ماله محرم؟ اللي أنت عملته فيه، ولا أنت نسيت يا مروان؟ عملت إيه؟ ده أنا فتحت له دراعاتي، مش كده وبس. أنا وقفت في ظهره لما كان عمدة. هو راضي ده بإيه؟ بإساءة. وما تنسيش كمان اللي عمله معايا أنا وحسن. لو ما كانش اتقتل أنا كنت قتلته. أنت عايز إيه يا مروان؟ أنا مش عايز أي حاجة. أنا عايز أسمع عن الباشا ومطالبه إيه. أنت خنت العادة يا مروان. أنا ما خنتش. أوعى تقول كده، أنت كده بتشتمني. أنت عقودك كتير. بعترضها على كل الناس. ما تنسيش كنت فاكر ان انا وحسن لقمه طريه ممكن تمضغها. والمطلوب ايه؟ جبت الورق على دورك ليه؟ انت عارف يا مروان ان انا عمري ما اجيب ورق، وانت عارف ده كويس جدا. لا واضح فعلا انك لا خايف ولا كلكان. اقسم بالله انت ما قد اللي انت بتعمله ده. عايز تقلبها بيني وبينك يا حسن؟ يلا بينا. بس بس مروان هنعمل كل اللي انت عاوزه، بس كده كفايه بجد. عين العقل هو ده الكلام. يلا حسن اقعد اقعد. هبقى اجي ازورك في السجن ان شاء الله وهجيب لك عيش وحلاوه طحنيه. لا يا حبيبي، العيش والحلاوه دي تجيبهم لقرايبك اللي في البلد مش ليا. انا ايدي نظيفه ومعليش غلطه واحده. هات لي اي حد في القعده دي كلها يقول ان انا عليا غلطه واحده. انا ساق سليم، مفيش عليا اي حاجه. فله يلا حسن يلا. كتير قوي. هو ايه اللي يقصده مروان بالظبط؟ انا مش فاهم. مروان ده اهبل وعبيط، عايز يرمينا في السجن. بس هو لو عمل كده هيضره نفسه قبلينا. اكيد عامل حسابه. وايه الكلام اللي انت قلته ده؟
ايه اللي انت خط ومفيش حاجه عليك والكلام ده؟ مش فاهمه برضه. كلام يا ريم، بقول اي كلام. اعتبري كل اللي حصل ده كلام. عايزاني ايه؟ ابقى ضعيف قدام واحد زي مروان؟ كلام. يا نافوخي، نافوره الدم هتفر من نافوخي. يا دي المصايب اللي نازله تتحدف علينا يا رب. اروح فين واجي منين؟ حلها من عندك يا رب، حلها من عندك يا رب. وش يا حسن؟ حسن، الحمد لله على السلامة يا اخويا، الحمد لله على السلامة. يا دلع تعالي حسن. دلع على السلامة، انت كويس؟ بخير. قلبي كان واكلني عليك قوي. خايفة عليا اياك؟ طبعا خايفة عليك. مروان، ما تقولي ايه اللي حصل؟ طمني يا زينب، كل خير ان شاء الله. هو احنا مش هنخلص من الحكاية دي؟ من هردة هتسمع لي برد قلبك، اعرفك ان مروان عند وعده. بركة انك بخير. انا نايمت الوقت، همشي انا اصل اتأخرت. لا خليكي يا مفيدة، انا عايزاك. لا انا همشي. وحشتني قوي يا اخوي، ربنا ما يحرمني منكم ابدا. كبرية، ايه يا اختي اللي جابك هنا؟ تعالي تعالي. ازيك يا كريمة؟ احنا كويسة الحمد لله. عاملة ايه مع الهوانم دول؟ هعمل ايه؟ اسمع مكتوب يا اختي. نيلتي ايه؟ حببتي ايه عشان تيجي هنا؟ تصدقي بالله؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اول مرة ابقى مظلومة ما عملتش حاجة عفشة. ده انا فديت بنتك، فديت اكتر واحدة بكرهها في الدنيا. قصدك مين؟ ريتيل؟ تصدقي؟ شلت كفني على يدي وجيت به لحد هنا عشان احميها وافديها. هي كانت هتعمل ايه؟ اقول لك، نعيمه هي اللي قتلت عبد الله الصغير. مين خدت خبر؟ ريتال. عقلها شت وانا قلبي حس انها مش هتحمل نعيمه وهتقتلها. قلت لا، الحق ريتال وامنع المصيبه دي. ما لحقتش وحصل اللي حصل. نعيمة عايشة كده؟ هي اللي قتلت حفيدنا؟